جديدة، حلقة جديدة. كل أسبوع بنقف مع حضراتكم جمعة وسبت من الساعة 8 للساعة 10 مساء، بتكون الإعادة تاني يوم صباحا الساعة 11 الصبح على شاشة تن. رحلة ثقافية، مواد كلها دسمة، بنقعد نذاكر طول الأسبوع، نشوف كتب تقيلة وحاجات كتير عشان نوصل لحضراتكم بالمختصر المفيد البسيط. بنحرص على تخفيف الدسم الثقافي عشان يكون حاجة بسيطة، يكون حاجة سهلة، يكون حاجة ممتعة في الاستماع. معظم الأخطاء اللي بنقع فيها جميعا يعني انه احنا بنشوف المادة الثقافية بنلاقيها دسمة وصعبة وتقيلة فبننفر منها، بنبعد عنها. لما نسمعها بشكل خفيف يمكن تعجب حضراتكم، تلاقوا فيها حاجة تشدكم فتروحوا تشوفوا الكتاب، تروحوا تشوفوا الحدوتة من أولها وبدايتها إيه. الكتب دلوقتي موجودة على الإنترنت بشكل كبير، الأعمال المترجمة معظمها الحقيقية الصادقة موجودة بشكل كبير، النسخ الأصلية من كل حاجة بقت متاحة، تقدروا حضراتكم تبحثوا عن الثقافة وأينما وجدتم الثقافة ارتووا، ارتووا حتى تشبعوا. واللي بيحب القراية، اللي بيحب الكتب، واللي بيحب البحث، هتلاقي دايما عنده حالة جوع دائم ونهم دائم للقراءة، وعنده حالة بحث دائم عن المعلومة وعن المعرفة. لما توصل للمرحلة دي وتحس ان انت مش راضي عن مجموعك الثقافي او عن الحالة اللي انت وصلت لها ثقافيا وفكريا، تحس ان انت عايز توصل للأكثر، انت كده على الطريق الصحيح. بداية السقوط هو الإحساس بالشبع للمعرفة، بداية الانهيار العقلي والفكري هو إحساسك إن أنت أنا عظيم، أنا أعرف كل الحاجات، أنا مثقف جدا. وأي حد دايما يقولك أنا ثقافتي عالية وأنا كذا وأنا كذا، اعرف إنه ضحل ثقافيا، لأن الشخص اللي لديه معرفة ولديه ثقافة دايما بيحس إنه لسه ما وصلش لحاجة، لسه محتاج أكتر، لسه عايز يعرف تاني، لسه صغير قوي في عالم العلم وفي عالم المعرفة. وربنا خلق الكون الكبير العظيم ده كله أسرار، فمهما حضرتك عرفت هتفضل صغير، ومهما بلغت من العلم هتفضل صغير. فلو أنت واصل للإحساس ده وللمرحلة دي أنت على الطريق الصحيح. طول ما أنت حاسس بالاحتياج تجاه المعرفة وتجاه الثقافة وتجاه الكتب وتجاه القراءة وتجاه البحث في كل المصادر اللي قدامك، تجاه أن أنت تسمع كل الناس اللي عندها كلام مفيد، طول ما أنت تشعر بالإحساس ده أنت على الطريق الصحيح للوصول إلى المعرفة. أول ما تشعر بالشبع وأول ما تشعر وينتابك الغرور بأن أنت بقيت عارف خلاص من العارفين، أنت كده غلط، لأنه الشخص اللي بيدعي المعرفة وبيدعي العلم إحنا في الآخر ما أوتينا من العلم إلا قدر بسيط وقليل في الدنيا، يعني علوم الحياة كبيرة جدا وفسيحة جدا على أن واحد يعرف كل حاجة. فمش المنطقي أن إحنا نقول أن إحنا عارفين كل حاجة، كلنا صغيرين كده، مخلوقات صغيرة، علومنا صغيرة مهما بلغنا من العلم المبلغ الكبير بالنسبة لنا، وفي الكون وفي حدود الكون إحنا صغيرين وعلومنا صغيرة. ابحثوا عن العلم، ما تشبعوش. العلم مش ان احنا بندرس في الجامعات، ولا ان احنا عندنا دكتوراه وكذا وكذا، ولا ان احنا وصلنا لدرجة علمية كبيرة في حاجات معينة او اعمال معينة. العلم هو المعرفة، ثقافة ان تعرف شيء عن كل شيء حواليك، تعرف كل حاجة بتدور ازاي وكل حاجة بتمشي ازاي. مكنة العقل البشرية لما بتشتغل وبتدور بأقصى طاقتها تلاقي نفسك مبدع، مبدع في كلامك، مبدع في طريقتك، مبدع في صمتك. هتعرف تسكت امتى وتتكلم امتى، هتعرف تدور حياتك ازاي، هتوصل لحسن التصرف. حسن التصرف لا يأتي إلا إذا كان عندك الخبرات، والخبرات مش هتيجي الواحد في عمر صغير بشكل كبير، على الأقل يعني معظمنا مهما وصل بخبراته يحتاج إلى خبرات الآخرين. الخبرات المدونة والمكتوبة هي الأجمل، هي الأمتع، هي الأقرب للقلب وللعقل وللمصداقية. ابحثوا وقرأوا كثيرا وكثيرا ولا تشبعوا، ارتووا ولكن لا تشبعوا، لا تصلوا إلى مرحلة الشبع المعرفي، لأن الشبع المعرفي يغلق أبواب البحث عن العلوم. وإذا أغلقت أبواب البحث عن العلوم والمعارف المحيطة بك بالتالي ستتوقف عند قدر معين، لن ترتفع عنه ولا في تجاربك ولا في خبراتك ولا في نجاحاتك ولا في حياتك ولا في حياتك الأسرية. ابحث عن المعرفة ستجد نفسك على الطريق الصحيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. كلام بسيط بنحب نقوله كده كل مرة نفكر حضراتكم إحنا هنا ليه وبنعمل إيه.